صباح الخير، النور عليكم. كيف صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. حنا لقيتونا فيقنا، هذه دابا 48 دقيقه، شابرين ان شاء الله طريق الكازا. خالد محمد نجي اليوم ان شاء الله بالليل، دونك نشبروا طريق الكازا وغادي ندوزوا بعد القنيطره. بغينا نشوفوا المربور، ندور على المحلات تما، ومن تما نكملوا الكازا. وحنا ماشيين دابا، محمد نسى شي حاجه ورجع للدار. فطور مدركتي نفطر محمد عبد الوايت ميل الشوفان حلو. صافي حنا نشبرو الطريق دابا، خليكم معنا. حبايبي حنا بغينا نغيرو ديزاين ديال الدار ديالنا، فاش درنا سيرش لقينا احسن الاماكن اللي نقدروا نلقاو فيهم الرخام هما قنيطره وكازا. كنا باغيين نمشيو لهم بجوج، ولكن مع الوقت الحالي وكل شيء كيسد مع تسعود ما كانش يمكننا نديرهم بزوج، دونك قلنا نكتفيو بكازا وهي فيها الخير والبركه. هنا غادي ناخذكم معنا لكازا لاحسن الاماكن اللي تقدروا تلقاو فيهم الرخام بجوده عاليه واختيارات كثيره. انا غادي نخلي لكم ليليا في الديسكريبشن، وبالنسبه للناس اللي مهتمين بالموضوع فهاد الفيديو غادي ينال الاعجاب ديالكم. بالمناسبه الفيديو كان غادي يجي طويل حيت صورت بزاف، فانا قسمته على جوج ديال الاجزاء. كنتمنى هاد الفلوق يكون خفيف وظريف على قلوبكم، تخليكم مع الفيديو. المهم حنا وصلنا هنا في زناتة في كازا، الماربو كاين هنا الرخام من هنا ما كيبانش، ولكن هو في الجرين، هو ماشي للزيتي الخضر الوين ديالو مزيون بزاف. من غير الجرانيت ما تهضريش على شي حاجه في الكوار تما، ولاو كيحيدوا غالي ما صالح حتى شي حاجه. هو غالي الصراحه وكيبقى هو اوني بحال درتي غير شي لون عادي. كنت خلقا لك هذاك الرخاء الجرانيت فيه ديمونتي، هذا مزيون. كاين واحد باقا عندنا داك الجرانيت ديال حلو هذا، ماشي الكري بحال الزيتي والبيج. هذا كيمشي الحيط والارض. كاين هذا كيمشي الارض والحيط بحال بحال. وهادو هاد بالنسبه لهذا البينك، هذا هاد الاحمر، هذا ما نكذبش لك هذا روج اليكونت، ما ننصحكش به ديري حتى شي بلاصه ياك، حيت كيتحل. هذا كيكون في شي حويطه تاع الصالون في الحاجه ديال يعني غير ديكوراسيون صافي، ما يعني حتى الحمام ما يصلحش. لا ما يصلحش، وما ماشي حتى ما يصلحش في الحمام، غير يصلح في الحائط ولا في الطبله. غير هو شويه بحال ديموضي، مشى مره واحده ان شاء الله. هذا غرانيت نوار، هذا فوق بحال كان شي حائط، شي ميغ ديكوراتيف اولا حائط الحمام. مزيون التكستور ديالو، هي تخيطي هذا واحد افال على التكستور ديالو كيبان بحال مصيب الليد. هو راه غرانيت، هذا غرانيت ونوار، ولكن فلامي. كاين لو بلون I love this one. هذا بلون مع الجري، هذا مزيون، هذا واحد الفيغ بحال مزيون. هذا سيمي اونيكس، ماشي اونيكس، هذا الطهر ديالو ياك، هذا الوجه ديالو. هذا تا هو عارف، هذا هو القلا، هو اللي عندكم في السيت يمكن، هذا هو اللي شفتو. هذا هو اللي شفتو في السيت، وهذا شفتو تا هو عندكم في الجرين. قلبت عليهم في جوجل لقيتهم، باش جينا من عندهم من لهنا. مزيون هذا حمام، هذا في بالنسبه للحمام، بالنسبه للكيتشن كمان. هذا في تحطيه في الكوزينه، ديري هكا في الي طاب. يعني ماشي نفس نفس الستيل، غير هاد غير التكستور مختلفه، غير التكستور اللي مختلفه. فوالا هذا الي بولي وهذا الي فلامي. هذا فيك تعمله مثلا هذا تعمله بالحمام، هذا بالكيتشن او العكس. هذا زوين بزاف، هذا بيكون بالكيتشن، يكون هكا ما يكونش مات. اما انت تحطيه مات راه ماشي، راه دابا ولاو لي كوزين كاع بالعود في بلون دو ترافاي. ماشي كاع ما يمكنش لك. لا هذا حلو، الحمام هذا حلو كثير، هذا شي طبله د لوفا، شي طبله د الباسك، شي اميغ هكا، هذا ميغ. واو هذا ديكوريشن بالحمام، هذا
هذا الواو اللي بدنا نحطه بالحمام واحد كان هذا احلى من هذاك. البانيوت ما باغين نديرو هذا حتى ديري ديفيرون على لا كنت تعمل السنك كمان وبغينا نعملو طلبابو به وكاين عندك واحد نوافر بغيتي بهذا لافابو كله نصاوبوه به والحيط واحد حتى هو يكون باش باسك بيه هذيك كتكون نشوفوا العبار ونقول لك شحال هذا حلوه هذا حلوه واو عندها ذهب كلاسيك كوموند من فرنسا ولكن دابا باش نقول لك كاين ما كاينش دابا هذا فيك تحطيه بالكوزين انا لا هذا يتحط هو في بالحيوطه اما في الكوزينه من الاحسن لا انا غنشوف لك واحد لو بلون فيه الجرين وفيه هذا هو الحمام هل تحلك الترنشة كلها تتعمل ده؟ هذا التهر ديال واو هاتك تسعيري برا على الأرض؟ تقدر تخدمو هكا ببريو تخدمي ببريو هكا برا هذا كل خط حطيه بريو غتحكيه فهمتي كيتحك كيتحكي يولي هكا بريو غنعطيه لك انا غنعطيه لك بريد بحال مثلا في الارض تاخديه بريد وكيتحك كيطلع هو هذا هذه لا تيكستور الفينال ديال البوليسات فيها اوكي هذا زوين هذا الفي ديال العود هنا درنا واحد بيت بوز وجينا للمارشي سنترال ناكلو لي سبيتر في اي فرصه كنجيو لكازا كنجيو ناكلهم عندهم لذاذ لذاذ بزاف وكاين كذلك الحوت اللي تقدروا تشريوه ويصوبوهم لكم وتخرجوا تاكلوهم في المطاعم على برا على الطريقه اللي بغيتو هي مقليه مشوي كيف ما بغيتو هنا صدقتنا اليوم كانت جمعه دونك قررنا اننا ناكلو كسكس عندهم وحتى هو كان لذيذ نخليكم مع الفيديو صحة شو يامي خليني نشوف شو انت بتنقي شوفوا هذي قداش يعني كبيرة بزر صحة كسكسو كازاوي اليوم جديد بالدجاج محمد بلا دجاج بلا لحم محمد فيغن غير باكسترا خضرة انيكس ماربو يمكن تخدموه بالضو وبلادو كيعطي واحد الرونق واحد الجماليه كبيره كبيره في اي مكان نزلتوه فيه وانا غادي نشارك معكم بعض الصور باش تاخذوا فكره عليه كيفاش الصراحه هو مزيون